نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. الشوط الرابع أعلنت انطلاقته منذ لحظات وهو شوط خاص بالإذاعة الجعدان. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط. نتابع البداية وأرى هناك أيضا الشارد. أرى الشارد من شرد بناموس هذا الشوط منذ البداية. السيل بن حمد بن مرخان متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. نتابع المركز الثاني ومن الجانب الآخر أرى هناك نجد بشعار سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بالسيب اللاحج من يتابع انطلاقة نجد. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث نتابع المركز الثالث وأرى الصاروخ من يأتي ثالثا بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. ومع المركز الرابع التحدي والانطلاق لبراق حمدان بالسعدون الدرعي من يتابع براق في رابع التحديات. ومع المركز الخامس أرى التحدي مشاهدينا متابعينا الكرام لا الصاروخ من ياتي مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة خليفة بن سالم بالصقعة ينطلق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندان الأول للخمس المراكز الأولى. نعود بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع الانطلاق الجميل والتحدي الرائع والشارد مع الصدارة. الشارد مع مقدمة هذا الشوط. شارد منذ البداية بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام الاندفاع متميز والرقص الصباحي الجميل الحاضر في هذا الانطلاق. سهيل بن حمد بن مرخان من يتابع انطلاقة الشارد. المركز الثاني نتابع نجد لسمو الشيخ زايد بن محمد برايد المكتوم مطر بالسيب اللاحد من يتابع نجد. ومع المركز الثالث الانطلاق لبراق لحمدان بن سعدوني الدرعي نتابع المركز الرابع. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات شاهين لراشد بن حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز الخامس الصاروخ من ياتي خامسا بشعار سمو الشيخ حمدان برايد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة من يتابع الصاروخ في خامس التحديات. لوحة الكيلو المتر الأخير غادرناها والشارد شارد الشارد شارد بناموس هذا الشوط. يباعد المسافة يباعد المسافة ينطلق بالتحدي والإثارة. يا سلام السهيل بن حمد بن مرخان من يتابع انطلاقة الشارد بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني. يا سلام وأرهني نجد أرى نجد مع المركز الثاني. نجد لسمو الشيخ زايد بن محمد برايد المكتوم وبقيادة مطر بالسيب اللاحج. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك براق حمدان بالسعدوني الدرعي من يتابع انطلاقة براق في ثالث التحديات. ومع المركز الرابع الصاروخ بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خليفة بالسالم بالصقعة من يتابع انطلاقة الصاروخ. يا سلام ولكن نعود مع الصدارة. نتابع 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 الشارد نتابع الشارد نتابع الشارد. يا سلام يا سلام التحدي والإثارة في الأمتار الأخيرة. وبراق قادم براق قادم. يا سلام براق يعلن التحدي يعلن الإثارة في الأمتار الأخيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام حمدان بن سعدون الدرعي ينطلق أيضا ينطلق ببراق في الأمتار الأخيرة في الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام التحدي والإثارة. ولكن براق في اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعينا الكرام حمدان بن سعدون الدرعي من ينطلق ببراق في اللحظات الأخيرة. تهاني لحمدان بن سعدون الدرعي. أسعد الله صباحكم يا هاري القوع مع الأداء المتميز اللي قدمه براق ولحظات وصوله إلى خط النهاية اللي وصل في المركز الثاني. للسير بن حمد مرخان المركز الثالث نجد سمو الشيخ زايد بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الخامس لراشد بن حمد بن راشد بن غدير. نعود بالتهنية لحمدان بن سعدوني الدرعي على فوز براق بالمركز الأول. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 48 ثانية.